بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فنواصل الحديث عن اسماء السور وكنا قد تعرفنا على المراد بالسوره ثم عدد سور القران ثم فوائد تسوير القران ثم اسماء سور القران في اسماء سور القران كنا نقرا من الموسوعه القرانيه المتخصصه ووقفنا على مساله تسميه القرآن وسر التسميه ثم تكلم عن تعدد اسماء السور وهل هو باجتهاد او بتوقيف عقد مسأله تتعلق باسماء السور هل اسماء السور بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم اي انه هو الذي سماها وامر بتسميتها بهذا الاسم او انه حصل بالاجتهاد طبعا عندنا يعني ابتداء أصل وهو وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه تسمية عدد من سور القرآن الكريم وهذا ما نبه عليه الشيخ مساعد الطيار في كتابه والعلماء أيضا ذكروا وسيأتي في أثناء الحديث لكن نبدأ به فهناك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماها مثل ذلك ما رواه الامام مسلم عن ابي امامه الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقراوا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه، اقراوا الزهراوين البقره وسوره ال عمران، فسماها البقره وال عمران فانهما تاتيان يوم القيامه كانهما غمامتان او كانهما غيايتان او كانهما فرقان من طير صواف تحجان عن اصحابهما. اقراوا سوره البقره فان اخذها بركه وتركها عسره ولا يستطيعها البطله. والحديث في صحيح مسلم، ما رواه البخاري بسنده عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ام القران هي السبع المثاني والقران العظيم، الفاتحه ام القران هي السبع المثاني والقران العظيم، فهذه فيها تسميه من النبي صلى الله عليه وسلم لصور القران الكريم، لكن هل كل الصور؟ هل الاسماء كلها توقيفيه؟ او هناك او هذه التسميات اجتهاديه؟ ذكر المؤلف عندكم قولين فقال للعلماء في ذلك مذهبان، المذهب الاول ان ان اسماء السور توقيفيه. واستدلوا لذلك بذكر النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء بعض السور كفاتحه الكتاب وسوره البقره وال عمران والنساء وغيرها، وبشهره السور باسمائها بين الصحابه رضي الله عنهم وبتواترها بين اجيال الامه حتى الحين، يعني حتى هذا الوقت. قال دون ان يختلف عليها اهل قرن عن غيرهم. ولا اهل مكان عن عمن سواهم. قال الامام السيوطي وقد ثبتت السيوطي الامام في كتاب الاتقان في علوم القران، قال وقد ثبتت اسماء الصور بالتوقيف، اذا هذا راي السيوطي. يقول وقد ثبتت اسماء الصور بالتوقيف من الاحاديث والاثر ولولا خشيه الاطاله لبينت ذلك. ومما يدل لذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم عن الكلمة قال كان المشركون يقولون سورة البقرة سورة العنكبوت يستهزئون بها فنزل إن كفيناك المستهزئين يعني يستهزئون بالأسامي كيف البقرة وكيف العنكبوت قال الدكتور عبد البديع أبو هاشم قال وتعقبه الدكتور إبراهيم خليفة بقوله إن كان مراد الحافظ السيوطي طيب الله ثراه من الثبوت الذي زعم مجيء الحديث في إن كان مراد الحافظ طيب الله ثرى من الثبوت الذي زعم مجيء الحديث في كل اسم من أسماء سور القرآن على درجة صالحة للحجية من تواتر أو صحة أو حسن فغير مسلم وهذا صحيح ليس هناك حديث على فيها تسمية لكل سورة فإن الباحث المتقصي في كتب السنة وكتب التفسير بالمأثور يدرك لا محالة أن هذا مطلب عزيز المنال وأن أقصى ما يظفر به ما يظفر به في أسماء بعض السور آثار ضعيفة فردة لا ينجبر ضعفها موقوفة أو مقطوعة في كثير من الأحيان مما يدل على أن مثل هذه الدعوة التي ذكرها السيوطي وأنها بالتوقيف أن مثل هذه الدعوة من صاحبها لو كانت قصده رحمه الله مجازفة وما أورده من حديث ابن أبي حاتم هنا أعم من المدعى فإن أقصى ما يدل عليه ثبوت التوقيف في خصوص ما سماه من البقره والعنكبوت فاما ما وراء ذلك فليس في هذا الحديث عنه عين ولا اثر ويزيد على ذلك ان الحديث مرسل يعني وهو من انواع ضعيف ثم قال المؤلف الكاتب هنا قلت هذا كلام جليل غير انه يبدو لي رجحان القول بالتوقيف وذلك لعده قرائن هناك قرائن الدكتور عبد البديع يرى انها الاسماء التوقيفيه لعده قرائن القرينة الأولى لا معنى لأن يسمي الله بعض الصور دون بعض عن هذه أدلة عقلية لا معنى أن يسمي الله بعض الصور دون بعض ليش يسمي بعضها ويترك بعض لا معنى لهذا لا يمكن القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما ذكر من أسماء السور بغرض تحديد أسمائها وإنما, وإنما ربما كان هذا لمناسبة قراءة أو التنبيه على فضلها يقول لا يمكن القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما ذكر من أسماء يعني الأسماء التي ذكر عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقال بأن الأسماء هذه التي ذكرها هي الأسماء فقط لقصد التسمية وإنما سماها لمناسبة وهذه المناسبة التنبيه على فضلها أو غير ذلك فالسور الأخرى عدم ذكره لأسمائها لا يعني أنه لم يسمها عليه الصلاة والسلام وإنما لم تأتي مناسبة ليبين أن اسمها كذا هذا معنى آه هذا الكلام يقول أسامي سور القرآن جاءت على خلاف ما يسمي به الناس فان كانت الصوره الاولى سميت بالفاتحه فلما تسمى السورة الاخيره ب... لما لم تسمى الصوره الاخيره بالخاتمه وان سميت بعض الصور باوائلها يقول لعل كلامه فان كانت الصوره الاولى سميت بالفاتحه فلم تسمى الصوره الاخيره بالخاتمه يعني ليست على يعني جنس ما يراه الناس بعقولهم وانما هناك توقيف قال وان سميت بعض الصور باوائلها فلم يضطرد ذلك في البعض الاكثر وان سميت وان سم وان سميت بعضها باغرب ما فيها فلم يتوافر ذلك او ان سميت بعضها باغرب ما فيها فلم يتوافر ذلك في كل الصور فلو عرضت سوره النمل فلو عرضت سوره النمل على اجتهادات البشر لذهبوا الى تسميتها بسوره الهدود مثلا لان قصتها اعجب من قصه النمله ودوره اغرب من دورها إذا المسألة ليست مسألة مبنية على الاجتهاد وإنما هي بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أربعة سر الحكيم وراء أسماء السور والمناسبة الدقيقة بين اسم السورة وموضوع وموضوعها العام ونحو ذلك من وجوه الإعجاز في هذا الخصوص، كل ذلك يحيل أن تكون أسماء السور اجتهادية. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. طبعا سنذكر القول الأقرب والله أعلم. المذهب الثاني أن أسماء السور اجتهادية، يعني اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم والعلماء. ولعلهم اعتمدوا في هذا على عدم ورود اسم اسم كل سورة من طريق التوقيف وإن وقع هذا لبعض الصور ويقول بعض المحققين يعني هناك قول وسط إن السور التي وردت أسماؤها بطريق التوقيف فتسميتها توقيفية ولا وما لم يبلغنا في اسمها توقيف فلا يقال فيها بالتوقيف يعني أن ما ثبت فهو توقيفي وما لم يثبت فليس بتوقيفي وهذا يمكن أن يقول أن يكون قولا ثالثا وهذا ما ذكره الدكتور محمد بن عبد الرحمن الشايع في كتاب له عن اسماء سور القرآن الكريم. فتكلم في مسأله في مسأله التسميه وهل هي توقيفيه او لا؟ عقد لها مبحث تسميه السور هل هي توقيفيه او اجتهاديه؟ فذكر ان في المسأله ثلاثة اقوال، القول الاول ان اسماء السور توقيفيه، والقول الثاني هناك من يرى ان التسميه اجتهاديه. بدليل كثرة الاسماء والقول الثالث ان بعضها توقيفي وبعضها اجتهادي وهذا هو القول الاخير ثم ذكر الاقوال بادلتها وخلص الى قال والذي يظهر ان هذه التسميات الاجتهاديه قد اشتهرت وانتشرت واستقرت على ما كانت عليه واستغنى بها عن غيرها ولذا لم يزد المتاخرون على ما ورثوه عن السابقين في هذا الشأن إلا ما اصطلح عليه بعض طلاب كتاتيب التحفيظ من بعض التسميات العرفية، فالتسمية اصطلاح مستقر وما كان منه اجتهاد فقد بلغ حده وانتهى عنده وليست هناك حاجة إلى الزيادة عليها وإنما الحاجة إلى جمعها وترتيبها والتدليل عليها ودراسه دلالاتها المختلفه المرتبطه بالسوره الواحده او بالقران كله ثم قال وقول من قال ان عدم تسميه بعض السور بما يناسبها كعدم تسميه سوره الحج بسوره السجدتين دليل على ان التسميه ليست اجتهاديه يجاب عنه بقول ابن عاشور ان من الحقائق المسلمه ان وجه التسميه لا يوجبها، يعني اذا كان هناك وجه للتسميه فانه لا يوجب التسميه. بهذا الاسم فحاصل هذا الكلام ان كثير من الاسماء يظهر انها كانت اجتهاديه ثم انتقلت او ارتقت الى مرحله الاستقرار والقبول لهذا الاجتهاد وجعله في حكم التوقيفي يعني فكان لها حكم التوقيف من حيث ان الامر استقر عليها ولم يشكك العلماء فيها وانما رضوا بها وتناقلوها جيلا بعد جيل لان هذا يبين انه لا ينبغي النزاع في التسميات وان كان هناك اسماء هي في الحقيقه اجتهاديه لكنها يعني ارتقت الى مرحله الشيء المستقر الذي له اشبه ما يكون بحكم التوقيفي وعلى كل حال فالمساله ولله الحمد يسيره ولا ينبغي الخوض في يعني مسائل قد لا يكون من ورائها نفع كثير لكن القران الكريم محفوظ بحفظ الله له وقد تمت تسميه الاسماء من القديم من عهد الصحابه رضي الله عنهم واستقر الامر وتناقله العلماء جيلا بعد جيل فلا اشكال في هذا ولله الحمد سواء قلنا بانها توقيف او اجتهاد فاننا كلنا يعني متفقون على ان هذه الاسماء استقرت بهذا الامر على هذا الامر ولا ينبغي التغيير فيها والتلاعب بها حتى لا يقع هناك نوع من التلاعب بالقران العظيم وباسماء سوره نسال الله جل وعلا ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى نقف هنا ونكمل ان شاء الله ما يتعلق بالمسائل الاخرى المتعلقه بسور القران في لقاء اخر ولقاءات اخرى والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين